قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بيونغ يانغ لن تتردد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا قامت بأي هجوم على بلاده. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية تأكيد كيم بأن بلاده ستتخذ قرارا جريئا سيغير التاريخ ولن تتردد في حشد كل القوى العظمى إذا تجرأ العدو باستخدام القوة على بيونغ يانغ. وأضاف الزعيم الكوري بأن السلام ليس شيئا يمكن استجداؤه أو تبادله من خلال المفاوضات.